إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحبة السوداء والنظام المناعي. الجزء الثاني تؤكد بعض الدراسات أن الحبة السوداء الشوينز تحوي مواد يمكن أن تحسن النظام المناعي عند الإنسان، وتعد الحبة السوداء مقاومة للجراثيم، لذلك فهي مضاد حيوي ممتاز. كما تم إثبات فوائد زيت الحبة السوداء، حيث أنه يوسع الأوعية الدموية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وبالفعل فقد أثبتت الدراسات أن العسل والحبة السوداء هو مزيج مناسب جدا لعلاج الكثير من الأمراض، لأنه يرفع النظام المناعي وبالتالي يقاوم مختلف الأمراض وخاصة السرطان. والله أعلم.